أم الشيخ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. الآية دي الناس لها فيها كلام كبير كتير، في كلام تطيقه كل العقول، وفيه كلام لا تطيقه إلا بعض العقول. ونظرا لأن القرآن كلام الله لازم بيخاطب كل المستويات، وكل واحد يأخذ على حسب مزاقه. بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالف. هذه الأشياء لا تأتي في آيات الأحكام، الأحكام المطلوب تكليفيا أننا نعملها ما يجيش فيها هذا، لأن التكليف ده مطلوب من الجميع، إنما تأتي في الأمور الكونية، والأمور اللي تثبت عظمة الحق، الأمور اللي تثبت منزلة الرسول بعيد عن الأحكام. الناس حظهم في هذه المسألة مختلفة. واحد يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الشمس، يقول أنا سرت مع رسول الله والشمس ضاحية فما رأيت له ظلا. قالوا وما الذي جعلك تبحث عن ظل حتى تعرف أكان له ظل؟ قال حتى لا أتحرى أن يجيء قدمي على ظله. يا سلام. يعني هو ايه اللي خلاه يلتفت ان الظل وما الظل؟ تحريه في انه لا قدمه يجي على ظل النبي، فقعد يشوف الظل بتاعه فين علشان ما ام قاعد يحوش على الظل وقعد للظل. نعم، نقول ده منطقي، كلام منطقي. انسان يتحرى ظل رسول الله حتى ان قدمه ما يجيش على ظله، ده لازم يكون يعني نعم واصل، يبقى لا يرى له ظل، يبقى يرى فيه النور الصرف، النور كثرت ما يجيش له ظل ابدا. وواحد يشوف له ظل، واحد اللي ما تحرش هذا التحري تماما. ها؟ فكل واحد كان بياخذ من، كلهم ياخذون من كيس رسالته على قدر سواء، وياخذون من كيس خصوصيته على قدر طاقاتهم، اللي هي انا مخير في الكيس اللي انا مخير فيه. فكل واحد كان بينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بياخد من خصوصيته على قدر نظرته لحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيجي الناس اللي ما عندهمش خصوصية بيقول المعنى مبسط جدا، هذا المعنى المبسط، اني اخرجوك مثلا من دار وربنا بعتك لرسالة ولسه ما تمتش، معقول يعني انهم يموتوك وينهوك ورسالة ده وبعتك؟ طب وبعتك ليهم ما؟ طب ما بعتك الرسالة لازم حتمنا على ايه ده؟ يبقى اللي فرض عليك القرآن وقال لك بلغوا القرآن لسه ما تمش، القرآن لسه جاي كتير، هيردك الى معادك وعشان تتم مهمتك ورسالتك. يعني دي مش اخر العهد بهذه المسألة، مش اخر العهد ان خرجت من هنا ولا رحت هنا ولا بتاع، مش اخر العهد. وهي كتنزلت في الوقت ده. ايه؟ لان اللي فرض عليك القرآن يردك الى معادك، يردك الى معادك، لانه طبعا ما يرسلكش رسول عشان تؤدي القرآن، ذلك يسيبوه يموتوك يعني، ومهمته ما تنتهيش، له مهمه معاك، له وما دام لله مهمه معك يبقى لازم ضامن انه يبقيك لحد ما تتمم المهمه، والا اللي بعتك في مهمه ولا يضمن لك البقاء علشان تؤدي هذه المهمه، يبقى ازاي اختيار هذا المهمة؟ ولذلك تجد هذا ايضا ماشي مع موسى عليه السلام لما قال لامه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله حد يقدر يقول هذا الكلام؟ يقول للمرأة إن خفت على ابنك ارميه في البحر؟ بقى ده منطق؟ مش منطق، هي خدت الكلام كده وبعدين قال لها الحيتات إنا ردوه إليك بشرة لها، بشرة لهم وجعلوه من المرسلين، يعني له مهمة عندنا، هنبعته رسول، يبقى هنبعته رسول هنحافظ عليه وهنقول للبحر انطره بره. يبقى ما دام له مهمة عندنا وهنبعثه رسول، يبقى احنا هنحافظ عليه عشان المهمة مش عشان خاطرك حتى انت. احنا ردونه اليك ده وجعلوه من المصر. فالآية ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ما دي، يعني مش دي النهاية، لان الله فرض عليك القرآن، وما دام فرض عليك القرآن عشان تبلغه يبقى لازم هيديك الوقت اللي تبلغه فيه، والوقت اللي بلغه ما يجعلش هذه النهاية. واضح الكلام؟ اهل بقى الاشراق والتجلي يقول لك ما فيش معنى هذا المعنى، وكلام الله يبقى زي فص الماس ويدي الف اشعاع، كل واحد ياخد على قده. قال ان الذي فرض عليك القران لردك، فرض القران على رسول الله ليبلغه الى امته جعل له شغل مع الخلق، عمل مع الخلق،
وهو كان بروحانيته ونورانيته مندمج في الحق، فشغله مع الخلق ولا اندماجه مع الحق؟ لما ينظر الى خاصية نفسه يبقى يندمج، ما يظل مندمج مع الحق، ما يشغلش بالخلق ابدا. فقال له هو فرض عليك القرآن ويردك الى مكانتك ايضا من الاندماج، ما يبقاش لك برضه عمل الا الله. الذي فرض عليك القرآن لردك الى حيث كنت مندمج. ولذلك هذا السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاله ملك الموت قال له اختار، قال له الرفيق الاعلى ده، الرفيق الاعلى يعني الى معاد بقى، نروح للاندماج بقى، وزياده عليا مع الخلق كده. نعم.